السوشيال ميديا، والسؤال زي ما كنا بنسأل حضراتكم، هل بتتوقع زيادة عدد ميداليات بعثة مصر في طوكيو وفي أي ألعاب تحديدا؟ تعال بقى نسمع منك كده بداية يا كريم. يلا البداية مع منصور عبد الله بيقول فضية أو ذهبية في اليد وذهبية في كاراتيه ومصارعة إن شاء الله. تمام. عبد الرحمن حسن، أتوقع منتخب اليد هيفرحنا وياخد ذهب أو فضة. نفس الكلام ينطبق على واليد متوقع بصراحة. علي بركات، علي أحمد بركات بيقول إن شاء الله في كرة اليد. طيب كده احنا معانا أربعة يد. أربعة يد وثلاثة باسكت. يد. أحمد أبو بكر برضو ميدالية في اليد. عبد الله بيقول صباح الخير يا نهواندو يا كريم، وإن شاء الله بالإرادة نقدر. هو ما حددش بس هو إيه يعني بيحفز يعني. محمد ثروت ممكن ميدالية أخرى في الكاراتيه. احنا كده كده لو الكاراتيه اتكلمنا، احنا عندنا جيانا فاروق يا كريم من المرشحين أصلا لحصد الميدالية، فبالتوفيق يا رب لجيانا إن شاء الله. محمد بيقول في الملاكمة بإذن الله، طبعا منافسات الملاكمة عبد الرحمن عرابي للأسف خسر قدام المنافس البريطاني. بس عندنا كمان يوسف رضا الله إن شاء الله مشارك ولسه هيلعب وربنا يصلح الحال إن شاء الله. أحمد كامل، كيشو إن شاء الله يا رب. طبعا كيشو هو بطل المصارعة فنتمنى ذلك بإذن الله كل التوفيق. لوير مصطفى بيقول بإذن الله تعالى ننتظر ميدالية من أبطال كرة اليد والبطل عمر عصر بالرغم من صعوبة مواجهة بطل الصين، وكلنا ثقة في عمر. شريف احمد يعني ممكن ناخد برونزيه تاني ولا حاجه. طيب يا شريف يا رب. استخسار يعني استخسار. رشاد محمد شاكر صباح وفولو ياسمين على كريم ونهواند ان شاء الله. ايه بقى ان شاء الله حقيقة. ان شاء الله هتزيد هتزيد. بس هي مكتوبه هي بالزال يا بيه يا ستي. ماشي. عبدو كالوشا صباح الخير عليك يا كابتن كريم، ان شاء الله اتوقع زياده عدد الميداليات في اولمبياد طوكيو، وان شاء الله منتخب مصر النهارده يقدم لنا مباراه ممتعه. طيب تعالى نروح لأحمد مصطفى مع حضراتكم، بيتكلم مصارعة ألعاب قوة وحدد رمي الرمح وكمان الكاراتيه والخماسي. طيب لو هنتكلم برضو عن أبرز المرشحين طالما حضرتك ذكرت ده أستاذ أحمد، احنا عندنا إيهاب عبد الرحمن طبعا في رمي الرمح، كيشو زي ما قلنا في المصارعة، سمر حمزة في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وأحمد الجندي في الخماسي. فدي الأسامي الخاصة بالألعاب اللي حضرتك يعني تمنيت فيها، وده وارد جدا او مشروع جدا على فكره طبعا. اسماء كبيره، واتكلم كمان سمر حمزه كانت ضيفه معانا على فكره هنا في 10 الصبح في الاهلي، وهي يعني بجد رياضيه متمكنه. صحيح. جدا يعني. صحيح. عندها احترافيه، ربنا يوفقهم جميعا ان شاء الله. اللهم امين. احمد بجاهد بيقول ان شاء الله يشرفونا وربنا يوفق الجميع وصباح الفل عليكم، وان شاء الله الدوري ال 43 في الجزيره. ده في العموم بقى، ده دي دعوات في المطلق. طيب ابو علي بيتكلم صباحكم اهلاوي اكيد باذن الله رفع الاثقال والمصارعه. بس خليني اقول لحضرتك حاجه برضو استاذ ابو علي، احنا ما عندناش مشاركين في الاثقال، ده كان بسبب حاجه قديمه، احنا بنتكلم عن ايقاف عن على اثر يعني ازمه منشطات دي بقالها فتره، فاحنا للاسف مش هيبقى عندنا في رفع الاثقال او المصارعه. كريم امين بيقول ايا كان زادت او لا يكفينا فخرا تمثيلهم لاسم مصر في ظل ظروف زي الكورونا وضعف الاعداد، وان شاء الله القادم يكون افضل. طيب خلينا نروح يوسف احمد، اعتقد صعب جدا. ليه بس كده ليه كده؟ أحمد حسن كنا بنقول إيه امبارح والنهاردة وبقالنا بنقول إيه؟ ماشي. أحمد حسن بيقول إن شاء الله أربعة قضية. يحيى الشريف بيقول يا رب نتمنى نكسب أستراليا، طبعا بيتكلم على مباراة النهاردة. طيب ختاما مع محمود عادل، ان شاء الله كرة اليد وكرة القدم. طب كرة اليد كده اعتقد ناس كتير جدا متوقعة فوز او يعني رقم واحد رانكينج تكلم على كرة اليد، يعني احنا بنتمنى اكيد كل الالعاب المتواجدة تكون ليها نصيب، بس هيبان، ولكن دايما خلينا نقول عندنا امل، لسه في وقت، لسه في فرصة كبيرة نساند، وزي ما كنت بقول لحضراتكم اي منشن اي كلمة حلوة بتتقال بتوصل، فعايزين دايما نكون في ظهر يعني ابطالنا هناك في الاولمبياد باذن الله ربنا يوفقهم.